أنت أصغر خريجة من في برنامج القائد الطموح التابع لمركز محمد بن راشد لإعداد القادة، شو ضاف هالبرنامج لشخصية غاية الحبابي؟ هالبرنامج وأنا لاحظت أنه طور وايد من شخصيتي، خصوصاً أني يوم دخلتها كنت أصغر خريجة وكان عمري بس 10 سنوات، لكن دخولي لهذا يعني لهذا البرنامج كان يعني صدق اقدر اقول انه كان يعني افضل خطوه اتخذتها في عمر 10 سنوات وفي عمر صغير، بحيث انه اعطانا امثله عن قاداتنا وشيوخنا، الشيخ محمد بن راشد، الشيخ راشد، الشيخ زايد الله يرحمه، الشيخ محمد بن زايد، الشيخ خليفه، اعطانا الامثله كلها قدامنا انه كيف نكون نحن قائدين متميزين، قائدين طموحين، عندنا فيجن، عندنا رؤيه، و وكنا نعرف صفات القائد، ان القائد لازم يكون واعي بكل شيء حوله، لازم يكون مثقف، لازم يكون هو اللي يكون يعني تعرفين المبادر دائما في الفريق. وطبقتي هالشيء بالضبط. ومن كونت الفريق البراعم الخضراء نحن الطموح اللي حاطينه امامنا اللي نتبع اجنده دوله الامارات السنوات القادمة وجندة دولة الإمارات في البيئة والتنمية المستدامة أيضاً، فنحن أيضاً نتبع الـ SDGs الـ Sustainable Development Goals، أهداف الاستدامة تابعة للأمم المتحدة. جميل. وننشر الوعي بالبيئة اللي حولنا. جميل.